بطل هذا المشروع؟ هذه الأسئلة وغيرها يوضح الإجابة عليها البرنامج الوثائقي الاقتصاد والتنمية قريبا على شاشة قناة العالم. أهلا بكم. الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية في العراق انطلقت، والانتخابات مطلع أذار مارس المقبل. 6172 مرشحا بدون المطلق والعاني. الهيئة التمييزية استبعدتهما لعلاقاتهما مع الصداميين. قرار الهيئة نفس الاحتقان وأراح الأجواء. المالكي يؤكد أن غالبية المستبعدين من الشيعة وليس من السنة، والاستبعاد سياسي وليس طائفي، والمشاركة في الانتخابات ستكون أوسع من سابقاتها. الانتخابات العراقية، صداميون خارج السباق، موضوع هذه الحلقة من تحت الضوء. أعلن مدير هيئة العدالة والمساءلة العراقية علي اللامي أن هيئة التمييز القضائية أصدرت قرارا منعت بموجبه مرشحين اثنين من الانتخابات التشريعية، هما عضوا القائمة العراقية النيابية صالح المطلق رئيس الهيئة العراقية للحوار الوطني والقيادي في الكتلة العراقية ظافر العاني بسبب انتمائهما لحزب البعث المحظور في العراق. اللامي أشار إلى أن حرمان المطلق والعاني من المشاركة في الانتخابات تم بسبب علاقاتهما الوثيقة مع البعثيين الصداميين، وأوضح أن القرار صدر بعد نظر الهيئة في الطعون التي قدمها 177 شخصا من أصل 450 منعتهم العدالة والمساءلة من المشاركة في الانتخابات بتهمة الانتماء إلى البعث أو الترويج له. وكانت الهيئة التمييزية قد أصدرت حكما قضائيا أرجأت بموجبه النظر في ملفات المستبعدين إلى ما بعد العملية الانتخابية، ما أثار حفيظة بعض الكتل السياسية واستنكارا شعبيا واسعا. المطلق هدد باللجوء إلى كل الخيارات في حال إصدار قرار يحرم كل المرشحين المبعدين من المشاركة في الانتخابات المقررة في 7 من الشهر المقبل. ولمناقشة تداعيات هذا الموضوع أرحب من بيروت بالكاتب والمحلل السياسي العراقي السيد عباس الموسوي، على أن ينضم إلينا من بغداد القيادي في التيار الصدري الشيخ مازن الساعدي، وعبر الهاتف من بغداد أيضا عضو ائتلاف في دولة القانون السيد خالد الأسدي. مع الترحيب بكم جميعا. البداية من بيروت معك السيد عباس الموسوي، ما قراءتك الأولية لقرار الهيئة التمييزية باستبعاد 149 مرشحا من الانتخابات التشريعية المقبلة سيما المطلق والعاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الخلاف الذي جرى خلال الأيام الماضية هو خلاف قانوني وليس خلاف سياسي أو خلاف طائفي. كنا نراهن ونثق ونقول أنه يجب على الهيئة التمييزية أن تكون هيئة قانونية بعيدا عن أي تدخلات سياسية. عندما ضغط السفير الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي على هيئة التمييز انتفض جميع أبناء الشعب العراقي، جميع المتضررين من المقابر الجماعية والقتل الجماعي لأيام النظام البعث الذي دمر العراق، فانتفضوا وحذروا أن من يرضخ ويسمع السفير الأمريكي سوف تكون عواقبه وخيمة. لذلك القرار الذي جاء به الهيئة التمييزية هو قرار قانوني بعيد عن أي حسابات سياسية. هنالك أدلة قدمت من هيئة المساءلة والعدالة إلى الهيئة التمييزية، والهيئة التمييزية اتخذت القرار. نحن لا نتشمت بأحد ولا نكون بأي حال من الأحوال نقول أن الموضوع موضوع قانوني. البعث محظور من المشاركة في العملية السياسية، جرائم البعث كبيرة ولا يسع حلقات
لأجل عرض جرائم البعث، لذلك أقل حق من حقوق أبنائنا وأهلنا من عوائل الشهداء هو عدم سماحهم للباحثين بالمشاركة. ولكن سيد عباس الموسوي، لماذا برأيك البعض أخذ هذا القرار له أبعاد طائفية وليس يعني سياسية أو حتى قانونية؟ والله هؤلاء مجموعة من الكذابين الدجالين، دائما ينتحلون صفة الطائفية من أجل تحقيق مآرب سياسية. الموضوع صالح المطلق لم يمثل عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان ولا ظافر العاني، شخصين ينتمون إلى حزب علماني ليس لهم أي موضوع ديني، ليس لهم أي ارتباط ديني. الكتل السياسية السنية الأخرى أكبر من صالح المطلق وأكبر من ظافر العاني، لذلك الحزب الإسلامي مشارك، الكتل السياسية الأخرى مشاركة. من العيب عليهم أن يقولوا ويتحصنوا خلف الشعار الطائفي وهم دائما يدعون أنهم برنامجهم وطني، برنامجهم بعيد عن الطائفية. لذلك في هذا الموضوع صالح المطلق وظافر العاني من شعاراتهم التي كانوا يدعون أنها شعارات وطنية. طيب سيد خالد الأسدي، في بغداد كعضو في ائتلاف دولة القانون، كيف نظرتم اليوم إلى قرار الهيئة التمييزية باستبعاد خصوصا المطلق والعاني؟ تحية لكم ولضيوفكم الكرام. الحقيقة هذا القرار يمثل خطوة أساسية ونجاح أكيد، ويعني علامة فارقة في الوضع العراقي. الخطوة هي تتمثل ليس في إبعاد المطلق والعاني والبعثيين، ولكن الخطوة ونجاحها في فعلا استتباب دولة القانون وثبات المعايير الدستورية للتعامل السياسي والابتعاد عن الحالة الطائفية ونجاح القرار العراقي. وهذه كلها دلالات على قوة العملية السياسية وعلى ثبات مقوماتها وأركانها ومقومات نجاحها. وبالتالي إذا دلت هذه الخطوة على شيء، تدل فعلا على تحقق إرادة الشارع العراقي اللي تجلت خلال التظاهرات ومن خلال الموقف الصريح للقوى السياسية الوطنية اللي أرادت فعلا أن تبتعد الهيئة التمييزية عن التسييس وعن الضغوط الخارجية أو عن الضغوط الداخلية. طيب سيد خالد الأسدي، برأيك لماذا أصبح موضوع المرشحين المستبعدين قضية انتخابية أساسية لبعض الكتل والائتلافات السياسية؟ مثل ما تعرفون أن بعض الكتل السياسية أساساً نشأت على أنقاض الخطاب الطائفي، وبالتالي لا تمتلك رسالة يمكن أن تشتبه بها الناخبين غير الخطاب الطائفي. لذلك تخشى من أنها لن تحظى ولن تحصل على أصوات أو حضور في البرلمان القادم إلا من خلال إعادة تجديده، وهذه فرصة لإعادة تجديد الخطاب الطائفي، ولكن رهان الفائز ورهان الذي نجح كان على وعي الشعب العراقي وعلى وعي الجمهور في العراق اللي فعلا نبذوا الخطاب الطائفي ونبذوا كل من يحاول يروج للقضية الطائفية. وأيضا تحقق من خلال الاتصال الوطني للقوة السياسية الوطنية تحققت إرادة الشعب العراقي، يعني نفس الاحتقان الشعبي العراقي. انضم إلينا الآن القيادي في التيار الصدري فضيلة الشيخ مازن الساعدي. فضيلة الشيخ، كقيادي في التيار الصدري، كيف نظرتم اليوم إلى قرار الهيئة التمييزية باستبعاد 149 مرشح سيما المطلق والعاني؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا بالنسبة إلى هذا القرار، يعتبر انتصار بإرادة الشعب العراقي الذي خرج في أغلب محافظات العراق، المحافظات التي تضررت من حكم البعث